روح وريحان. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. أحمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الرحمة شيء جميل. كتب رب العباد سبحانه وتعالى على نفسه الرحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن، ولا خير في من لا يرحم، بالذات الضعيف والأرملة المسكين المريض، كل أصحاب النقائص أو يعني ينقصهم شيء. ولد فقد أباه، بنت أصبحت مطلقة أو دون سن العشرين وأصبحت لها رضيع وأصبحت أرملة أو قتل زوجها أو مات أو إلى آخره، ورحمة الله عز وجل سبقت غضبه. فلذلك وجب علينا أن نتخلق بهذه الأخلاق. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الترمذي: إن أبعد الناس من الله القاسي القلب. الإنسان القاسي القلب ده زي الصخر لا يلين لأحد. الأقرع بن حابس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقبل الحسن والحسين، قال: يا رسول الله، والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال: وما لي أو ماذا أصنع لك وقد نزعت الرحمة من قلبك؟ ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تراحموا. لازم نتراحم مع بعض، واحد يبقى رحيم على الناس وبالذات الضعفاء. حقيقة الضعيف ده بحد يعني بالله عليك ما تجمعش عليه يعني قلة إمكانياته وظلمك له، يعني ما تجمعش دي مع دي. يعني انت من واجب كن له من 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 الزمان يعني سند، اسنده، خليك جنبه، يعني واسيه ولو بكلمة طيبة. الناس لا تريد منك إلا يعني لسان طلق ووجه، أو يعني وجه طلق ولسان لين، لسان كده ينطق بالكلمات الطيبة، دعوة طيبة: يا أخي ربنا معاك، ربنا يفك كربك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع لله سبحانه وتعالى في غير منقصة. يعني مش عشان نقصه ويتواضع، لا، وذل في نفسه من غير مسألة. يبقى هو ذليل، بس ايه مع ربنا وصف المؤمنين ايه؟ الأعزة على الكافرين، أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين. مع المؤمنين كل واحد ذليل سبحان الله، يبقى متواضع له، يعني ينحني للعاصفة عندما تأتي. لما تلاقي أخوك ساخن عليك وشديد وعصبي انت اهدى، لغاية ما اهدى ويرجع إلى نفسه. لكن انت يبقى عصبي وانا عصبي، طب نصل ازاي؟ فرب العباد سبحانه وتعالى يعني جعل المؤمنين أذلة على بعض، يبقى يعني دليل، ولكن عزيز على الكافر. ما تبقاش عزيز يعني اسد علي وفي الحروب نعمة، ما ينفعش تمشى اسد علي وتبقى مع الاخر سبحان الله لا اله الا انت. فانا اريد ان اقول ان المؤمن الصادق عزيز النفس سبحان الله صحيح يعز على هذه الارض انه سيد فوق هذا الكوكب، ولكنه عبد لله، عبد لله سبحانه وتعالى. والعبودية لله تقتضي ذل، يعني عز الربوبية مع ذل العبودية، تمشي الحالة. اما انا يعني اتكبر على خلق ده وانظر الى الناس من علي واشعر ان انا ما فيش غيري في هذا الكون، هذه كارثة كبيرة. فطوبى لمن تواضع في غير منقصة، وذل في غير ايه؟ مسألة، من غير ما يتكفف الناس، وانفق ماله او مالا جمعه في غير معصية. ينفق المال ويكون كريم كده وربنا رزقك يا اخي، يعني حن على اخوك المسلم سبحان الله. بالله عليك يعني انت تظن، ولازم تعلم اولادك ساعة الافطار، قول يا ابني انت بتتأفف من هذا الطعام؟ يقول انت كل يوم تجيب لنا هذا الاكل؟ قول يا ولدي في اسر في فلسطين وفي العراق وفي الشمال وفي الجنوب وفي بلاد لا تأمن على نفسها ساعة الغروب. المرأة تنتظر زوجها ربما يقتل في الطريق، واللي تنتظر ولدها ربما رايح يشتري خبز من الفرن تغتاله قنبلة ولا مدفع ولا سبحان الله العظيم. في بلاد غير آمن، اللهم أمن بلاد المسلمين يا رب. فبالله عليك يعني علم أولادك، قول له ده فيه عيال يا ابني زي كده في سنك لا يجدوا ما يأكلون،
يجي عليهم الليل ما عندهمش رغيف خبز، ما يعرفش يعني ايه سحور او يعني ايه لحم او يعني ايه دجاج او يعني ايه سمك. الولد يبدو ابنائنا من استمراء النعم اصبح الولد يظن ان كل الناس عندها، بالعكس لا تكن كهذه الطرفة التي تقول ان مدرس اللغة العربية طلب موضوع تعبير من الاولاد قصة طفل فقير، بس قصة سهلة. قد تقول الطرفة ان احد الاولاد ابوه ملياردير، فماذا كتب في موضوع التعبير؟ كان هناك طفل فقير وسائقه فقير وحارسه الشخصي فقير وطباخه فقير والامن الذي يقف على القصر ايضا فقير والجنين الذي يسقي الحديقة الغناء الواسعة فقير والذي يراعي كلبه فقير. بالله عليك وده فقر؟ ده فقر فكر. يعني هذه الطرفة قد تكون واقعية عند اولادنا، يظن ان كل الاولاد ان سبحان الله ان كل الناس عندها كما هو. يا من الوذ ذاك الانسان يدعو رب العباد سبحانه وتعالى بمسكنة ومذلة، والله عز وجل لا ينصرني الا اذا كنت ذليلا لله. كيف يعني؟ يا ولقد نصركم الله ببدر وانتم ايه مش اعزة، اذلة. لذلك ليه صلاة الاستسقاء لما نخرج بها يقول يلبسوا يعني الثياب المهلهلة او الثياب القديمة ليه؟ عشان دليل ذلة لله سبحانه وتعالى. هو الله في واحد كده يروح عند الرئيس مجلس الإدارة ولا الوزير يقول لك ايه بسرعة خرج الراتب الدهون المرتب وبعدين اعمل لي منحة واعمل لي علاوة ومش عارف اعمل لي مش عارف بدل سفر. انا بالامر ما حدش يسأل، فما بالك مع الله سبحانه وتعالى. فلما الانسان يدعو دعاء المستجدي، دعاء المتسول، دعاء من يريد، ولكن من ادب الدعاء ان ابدأه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهيه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا بدأته بالصلاة والسلام على رسول الله وانهيته بالصلاة والسلام على رسول الله عليه السلام، الله عز وجل يقبل الصلاتين، يقبل الايه الصلاة الاولى والصلاة الاخيرة، والله اكرم من ان يدع ما بينهم، هيقبل اللي في الوسط. فتبدأ الاول من ادب الدعاء جل استقبل القبلة، اخشع الى الله، ابدأ على الله بالثناء الاول، سبحانك اللهم وبحمدك تعالى جدك تقدس الاسماء لا اله غيره لا حول ولا قوه الا بك، وبعدين ابدا بالصلاه على النبي، وبعدين ابدا بالايه باستجلاب رحمه الله عز وجل. مش الثلاثه اللي دخلوا في الكهف وسدت عليهم الصخره قالوا طب نعمل ايه قال نتقرب الى الله باحب الاعمال. برضه انت تقرب الى الله باحب الاعمال. اول واحد قال يا رب والله انا كان ليا والدين كنت اعزهم جدا، وكان لما احلب لهما اللبن ادخل فاسقيهما اولا ثم اسقي زوجتي واولادي. ففي مره دخل لي ايه ناموا فوقف عند راس ابيه وامه واناء اللبن على كفه واولاده يتضاغون عند قدميه عايزين يشربوا لبن، فابى ان يسقي اولاده حتى استيقظ الاب والام فسقاهما ثم سقى ابناءه. اللهم ان كان هذا العمل خالصا لوجهك ففرج عنا ما فيه، يعني ما نحن فيه. فنزلت الصخره ولكن مش ايه لم يستطيع الخروج. الثاني قال وانا يا رب كان لي جاره وروتها عن نفسها، فلما تذكرت رب العباد وخوفتني بالله توقفت واعطيتها ما تريد. سبحان الله، فيا رب ان كان هذا العمل خالص وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الصخره نزلت ايه ولكن لا يستطيع الخروج. قال الثالث يا رب كان عندي اجير ولم ياخذ اجره يوما، فاخذت هذا الاجر واشتريت به شاه وتيس يعني او نعجه وخروف، وبدأ يتناسلوا ويعني امتلأ الوادي بالقطعان، وجاء بعد سنوات يطلب مني اجره، فقلت له انظر الى هذه القطعان هي لك كلها. قال اتسخر مني؟ قال لا والله، يا رب ان كان هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فايه نزلت بفضل الله سبحانه وتعالى الصخرة وخرجوا. فالانسان لما يكون في ورطة دخول كهف، يعني ورطة دخول كهف، يعني دخلت في كهف دين، كهف مرض، كهف ضنك، كهف غلبت ناس اقوياء عليك وانت مش عارف تتصرف ازاي، عندئذ تقرب الى الله باحب الاعمال. ودائما اذا تقربت الى الله بمذلة كما قال
الشافعي: يا من ألوذ به فيما أحاذره، ويا من ألوذ به فيما أؤمله وأرجوه وأرجوه فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. أما أنت يا رب تكون هتجبر عظم ما حد يقدر يكسره، لا يستطيع أحد أن يكسره. وأنت يا رب لما يكون الله سبحانه وتعالى لما يرفع عنايته عن إنسان، والله ولا الناس كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فإذا كان الله معك فماذا فقدت؟ وإذا كان الله عز وجل ليس معك فماذا كسبت؟ لو كسبت جانب الله كسبت كل شيء، فإن الله يدافع عن الذين أمنوا، والأمر عنده بين الكاف والنون. وإذا خسرت جانب الله فما كسبت شيئا، وإن كانت الدنيا كلها معك تخذلك في اللحظات. ولذلك نحن نرى إن الله سبحانه أن الله عز وجل يرفع أقواما ويخفض آخرين. هذا أبو حامد الغزالي عندما سأله الرجل: يا أبا حامد، كل يوم هو في شأن، فما شأن الله اليوم؟ فلما استغرقت على أبي حامد الإجابة يوم واثنين وثلاثة، دعا الله أن يلهمه الإجابة، وهو عالم المسلمين وحجة الإسلام. فقال أبو حامد: فنمت فرأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي: يا أبا حامد، إن جاءك السائل ليسألك ما شأن الله اليوم، قل له: إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. فلما استيقظ أبو حامد وذهب لدرس العلم وسأله السائل: يا أبا حامد، ما شأن الله اليوم؟ قال له أبو حامد: إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. فقال السائل: يا أبا حامد، أكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام. يا الله، هم درجات عند الله، درجات عند الله. الله يرضى عنك، يعني الله عز وجل يعني من كرمه وفضله ومنه وجوده جعل الدعاء مخ العبادة، وجعل العبد لما يعني يبتلي العبد عشان العبد يفزع إليه، ولما ربنا يبتليك يبقى عايز يسمع صوتك، ولما يزيد عليك الابتلاء اعلم أن الله يحبك، واعلم أن رب العباد سبحانه وتعالى يقول الملائكة: ماذا صنع عبدي؟ يقول: يا ربي صبر واحتسب. يقول: أعيد على عبدي صب البلاء مرة أخرى، فإني أحب أن أسمع صوت. فلا يعني 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 ترضين أحدا بسخط الله، اوعى إياك ترضي حد على حساب الدين أبدا، مهما يكون رئيس، وزير، كبير، صغير، ملك، أبدا اوعى إياك. ليه؟ مرضات الله تبرع واحد، لا ترضين أحدا بسخط الله، إياك أن ترضي حد بسخط أبدا، سبحان الله. ولا تحمدن أحدا على ما آتاك الله عز وجل، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله. واعلم أن الروح والراحة في اليقين والرضا، واعلم أن السخط كله أو النكت كله والهم كله والغم كله إنما هو في السخط وعدم الرضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الرضا، وأن يرضى عنا رب العباد عز وجل، وأن يجعلنا في من قال الله فيهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه، واجعلنا يا رب ممن قلت فيهم: يحبهم ويحبونه. ندعوك يا ربنا إن لم نكن أهلا لرحمتك، فرحمتك أهل أن تصل إلينا. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روح وريحان.